مرحبا بكم متابعينا. فيديو دار على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة وقت اللي مريم الدباغ كانت تتجول بسيارتها في شوارع تونس، لكن وبدون سابق انذار تقوم مجموعة متدرجين على دراجاتهم النارية بالإحاطة بسيارة مريم الدباغ وهي في طريقها للدار، وينهالوا عليها بسب وشتائم، ويقوموا حتى بتهشيم سيارتها، ويوصل هذا حتى للعنف الجسدي اللي سبب لمريم الدباغ العديد من الأضرار على مستوى جسمها وعلى مستوى سيارتها اللي قام الشبان الدراجين هذم بتهشيم سيارتها. ورغم أنها حاولت الهروب إلا أنه تم إغلاق الطريق عليها من قبلها برشا كلام زايد، ورغم اللي معاها مرأة حامل حسب تصريح مريم الدباغ. اللي خرجت مريم الدباغ بعد هذا ورات الأضرار اللي صارت لها بعد البركاج هذا، وصرحت أنه هذا الكل صار بسبب أنها قالت في أحد البلاتوات أنه تونس ما فيهاش رجال، وقالت مريم الدباغ أنها باش تقوم بمحاسبة ومحاكمة كل شخص اعتدى عليها سواء بالعنف أو حتى لفظيا، وما هيش باش تسامح حد، وقالت أنه الأنفار هذم محرضين من قبل أطراف أخرى، وهذا بالطبع وحسب تصريحها ما هوش باش يتعدى بالسهل. اللي وقامت مريم الدباغ بالتعرف على الأنفار هذم وباش يتم ملاحقتهم عدليا. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.